نلاحظ في هذه الصور وصول البقرة الآن إلى القاعة الشرفية لمطار هواريب مدينة الدولي في سيد جزيرة. إيمان أولا وقبل كل شيء نشكر الله عز وجل على هذه التتويجات وعلى هذه الفرحة. أكيد هو حلم طيلة 8 سنوات. الحمد لله اليوم رانا متواجدين عدنا إلى أرض الوضع أنا وكيليا وجمال سجاتي. رانا فرحانين بزاف، رانا هنا احنا والعائلة تاعنا هنايا. الحمد لله ربي اللي رزقنا بهذه الفرحة، وحنا كرياضيين قدمنا كل ما علينا والحمد لله كنا حاضرين في جميع النواحي وقدمنا أغلى ميدالية للجزائر. 1 2 3 فيفا لالجيري.